اشتريت لي ولإخوتي عددا من الإبل، ومنذ شرائها وهي في حظيرة خاصة بها لا تخرج منها، ونحضر لها ما تأكله من شعير ونحوه. وبعد مضي الحول الأول عليها أخرجنا زكاتها، وفي الحول الثاني قيل لنا إنه ليس عليها زكاة ما دامت تعطى طعامها عندها ولا ترعى بنفسها، فهل هذا صحيح وماذا يجب علينا مستقبلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب عن هذا السؤال أنه مجمل، فإن كان قصدكم من اقتناء هذه الإبل التجارة وتسمينها وبيعها طلبا للربح، فهذه فيها زكاة لأنها تعتبر عروض تجارة ولو أعلفتموها، وتكون الزكاة في قيمتها فيما تساوي، تقومونها عند الحول بما تساوي وتزكونها بإخراج العشر في قيمتها. هل زكاة قيمة لا زكاة عدد؟ زكاة قيمة لا زكاة عدد. نعم. أما إذا كان الغرض من اقتنائكم منها استنتاج هذه الإبل وطلب نسلها ولبنها واقتنائها ولبن وشرب لبنها، فهذه لا زكاة فيها ما دمتم تؤلفونها أكثر الحول. إذا كانت تعلف أكثر الحول فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى من البر أكثر الحول ففيها الزكاة. زكاة في عددها في هذه الحالة، وما الزكاة فيها إذا بلغت نصابا وأقل نصابا إلى خمس وفيه شاة. لكن هو يقول اشتريتها لي ولإخوتي، لكن لا تكون هنا مال مشترك بينهم؟ إذا كانت سائمة تجب فيها الزكاة ما دامت مختلطة. نعم، ما دامت مختلطة الخلطة تصيرها كالمال الواحد وإن كانت لجماعة. نعم.